اخر بس خالص. بحس البنت صار عندها خوف اكتر من الراجل، لانه الست عندها مسؤوليات اكتر من الراجل. يعني اوكي الراجل بينزل وبيشتغل وبيفتح البيت وبيعمل، بس الست عندك اكيد دلوقتي ما فيش ستات بطلوا يشتغلوا، كل الستات عم تشتغل وعم بيتقاسم المصروف كله. بس انت متخيل الست عندها مسؤوليات؟ اول حاجه عندها مسؤوليه بيتها، عندها مسؤوليه جوزها، عندها مسؤوليه عيالها، عندها مسؤوليه الطبخ والغسيل، حاجات التزامات البيت، فدول كلهم فوق ضغط الشغل اللي عندها بره، فمسؤولياتها اكتر من الراجل. عشان كده بقت تخاف، تقول لك بركي انا صار الخوف انه هي اتاثر بحاجه في البيت، تقول لك طب معقول انا افشل الجواز اللي انا فيه علشان انا مش عارفه اوفق بين الشغل والطبخ والعيال وكل ده. ما هقول لك على حاجه، هو لو في راجل بيتشارك في ده زي ما انت بتقولي انه في ستات بقت بتتشارك خلاص في مصروف البيت والمسؤوليات اللي اصلا المفروض تبقى على الراجل، فهو كمان لو شاركها على فكره في نفس الحاجات اللي في البيت، تقسموا مهام البيت، تقسموا تربيه الولاد، تقسموا المشاوير، تقسموا الحاجات دي كلها، اعتقد فكره الخوف نفسها هتقل، لان انا عارفه انه في حد معايا، حد بيساعدني، حد مش طول الوقت مستنيني اشوف هعمل اللي عليا ولا لا، وهو يقيمني او يقول لي والله انت كده تمام او انت كده مقصره. طيب خلونا ناخد راي سالي. الو الو يا سالي، ازيك؟ تمام الحمد لله، انت عاملين ايه؟ الحمد لله ازيك يا سالي؟ تمام الحمد لله، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله ازيك. سالي قولي لنا، ليه دلوقتي بقى في تخوف من فكره الجواز سواء من عند الرجاله او الستات؟ عشان المسؤوليات بقت مريبه قوي يعني، وخصوصا الستات اكتر يعني. الراجل تمام بيتعب وبيشتغل وكل حاجه، بس بنشوف دلوقتي كميه ستات هي اللي شايله المسؤوليه بشكل كامل، ومش مسؤوليه واحده، ده عده مسؤوليات يعني. مسؤوليه لو هي بتشتغل، لان اصلا معظم الستات دلوقتي بيشتغلوا، ومسؤوليه بيتها، مسؤوليه اطفالها، مسؤوليه حياتها الشخصيه، ومطالب منها ان هي تركز في ده كله. وفي اغلب الوقت وبنشوف في حالات كتير بتبقى هي اللي شايله الدنيا كلها، محدش بيساعدها، فالموضوع بيبقى مرعب. لو حصل انتصار ولا حاجه، المسؤوليات بتزيد عليها، كمان مسؤوليات ماديه بشكل اكبر، فلا الموضوع بقى مخيف قوي الفتره دي يعني. طب سالي، لو شريكها كان عم بيساعدها للست، انت بالنسبه لك ده كفايه؟ ولا بتحسي لسه في حاجات مسؤوليات للست مش هيعرف يساعدها فيهم الراجل؟ بصي، هو الموضوع كمان بيشك نفسي كده، اللي هو فكره ان انا يعني فكره ان انت ترتبطي بشخص بقى وتبقي ملتزمه معاه بمسؤوليات معينه، هيساعدك وكل حاجه، بس هي دي بقى الحته اللي بتتكلموا فيها، فكره الخوف، اللي هو انا خايفه ان انا ارتبط وابقى في موضوع كامل لوحدي. عارفه تحسي ان هو احيانا بحس ان انا مش قد الموضوع ده كله. بس يا سالي، هو الموضوع مش لوحدك، ما هنا بقى هتيجي المشكله مع شريك حياتك، ان انت مفيش حاجه اسمها لوحدك، لا، انتوا شخصين، زي ما رحتوا يعني زي ما حبيتوا بعض، انتوا اتنين رحتوا المأذون اتنين، فانتوا لازم هتكملوا كل حاجه اتنين، ما ينفعش تبقى في حاجه فيها لوحدك. ما هو حتى لو احنا اتنين مع بعض في مسؤوليات كبيره برضه. ده حقيقي. بس انا هقول لك على حاجه يا سيلي، انا بحس ان احنا داخلين موضوع الجواز ده كاننا داخلين امتحان او مدرسه، في حد واقف لنا بالعصايه، اللي هو على فكره انا بني ادمه ومن حقي انهار، من حقي ان انا اقصر زي ما انت ساعات بتاثر، ولازم ان احنا نعدي لبعض. ففكره ان انا ابقى خايفه من المسؤوليات حلو، بس لو قصرت شويه عادي برضو، انا بني ادمه. بالظبط. انا عايزه اقول لكم كمان ان انا في فتره من حياتي كده كان في ناس كل اللي حواليا كانوا بيتطلقوا، يعني في مثلا اخر سنتين كل اصحابي اللي اتجوزوا من حواليا، انا فعلا لما باجي اشوفهم دلوقتي معاهم اطفال بس هم مطلقين. شكرا لك يا سالي. نحب نشكرك يا سالي. معنا احمد. الو احمد. الو، ازيك يا احمد؟ مساء الخير عليكم. مساء النور، ايه الاخبار؟ الحمد لله. أحمد، انا طبق إيه؟ البرنامج من زمان على فكره، وبحب المواضيع اللي انتم بتقدموها دايما يعني. تسلم ربنا يخليك يا احمد، شرف لينا. احمد عاوز على فكره انا عايز اقول رايي في الموضوع ده. انا على فكره يعني عندي 38 سنه ومحقق ذاتي من زمان، ومحقق ذاتي في شغلي برضه، الحمد لله علاقتي بالناس كويسه جدا، بس هي مساله الارتباط ده مشكله كبيره جدا عندي يعني. ليه بقى؟ بس الحمد لله ما عنديش اي مشاكل نفسيه ولا الكلام ده، انا بس ايه الخوف من الارتباط. خايف من المسؤوليه؟ لا الحمد لله، والله انا ضربت حاجات واثنين وثلاثه، بس هي مساله بس في الاختيار مش اكتر يعني. يعني انت مش مشكلتك في الجواز، انت مشكلتك ان انت تلاقي الحد المناسب؟ بصي حضرتك، انا ما عنديش اي مشكله اللي انا مثلا ماشي بدور على عروسه او حاجه زي كده، انا كل المشكله عندي اللي هو الناس بقى، انت ما اتجوزتش لسه لغايه دلوقتي ليه؟ انت مش هنفرح بيك. ضغط المجتمع. عايزين نشوف، عايزين ممكن ساعتين ثلاثة يشوفك الله وانت مش هتتجوز بقى.
او انت ما اتجوزتش لسه لغايه دلوقتي ليه؟ لسه بنتكلم في الموضوع ده امبارح ان دايما في اسئله كده لازم تتلغي من الوجود يا جماعه. كل واحد اعلم بظروفه وباحتياجاته واللي جوه دماغه. انا ما اقطع كلامك بس انا بحضرتك في المواسم والاعياد انا بتحرج دلوقتي اروح مثلا ازور قرايبي وكده لان الحته دي بتضايقني جدا يعني. وممكن انا مبسوط منهم كتير ومحقق اكتر منهم الحمد لله يعني مكفي نفسي وزياده وما بغضبش ربنا ولا الكلام ده. بس هي بقى برضو احدى اسئله اللي هي التطفل او الفضول خاصه عند الناس ممكن ينافسوا بينك وبينهم اي عشاء. بس فمساله ما هي مساله اسم ونصيب في الاول وفي الاخر ودي حاجه مكتوبه لك من يوم ما اتولدت هي ورزقك. بس انا حبيت اشارككم رايي ومبسوط جدا منكم من زمايلكم اللي ما جوش برضو النهارده في المول عليهم كتير. تسلم يا احنا مبسوطين يا احمد ان انت متابعنا وخليك دايما متابعنا. شكرا ليك يا احمد. انا عايز ارد على هيا كانت بتقول ان كان في تخوف للبنات من الحاجات المنتشره مؤخرا زي العنف او المشاكل اللي بتحصل. انا اعتقد طبعا انا رايي طبعا مش يعني مش لازم يتاخد بيه بس انا اعتقد ان هو السبب كله لقوه السوشيال ميديا دلوقتي